شاء الله هنعمل مع بعض خلطة المحشي بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أسهل خلطة محشي لجميع أنواع المحاشي. هنعملها بدون كبة ولا مبشرة ولا تسبيك. المقادير اللي معايا كيلو طماطم مغسولة كويس جدا ومتقطعة، يستحسن اللي هي تكون مستوية شوية عشان تبقى حمرة، 3 حبات بصل كبار متقطعين، خضرة مشكلة، حزمتين بقدونس وحزمتين شبت وحزمتين كزبرة متقطعين، 2.5 كوباية رز مصري مغسول كويس جدا ومتصفي، التوابل ملح وفلفل اسود وشطة وتوم باودر ومكعب مرقة، معلقة كبيرة صلصة طماطم، وما ننساش 0.5 كوباية زيت أو 0.25 كوباية. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هنزل 0.5 كمية الطماطم ونص كمية البصل في الخلاط. هضربهم كويس جدا في الخلاط وبعدين هكمل الكمية التانية. ضربت 0.5 كمية الطماطم ونص كمية البصل في الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين. هنزلهم في الصينية. شايفين الجمال؟ وهكمل 0.5 كمية الباقي. هضرب باقي كمية الطماطم والبصل في الخلاط من غير ما بضيف نقطة مية. هضربهم كويس وبعدين هوريكم هعمل ايه. خلاص ضربت باقي كمية الطماطم والبصل في الخلاط كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفين. هنزلهم في الصينية. بسم الله. تمام كده. هنزل معلقة كبيرة صلصة طماطم التوابل ملح وفلفل اسود وشطة وتوم باودر ومكعب مرقة اي توابل عايزين تضيفوها. كوبايتين ونص رز مصري مغسول كويس جدا ومتصفي. اقلب كويس. هنزل الخضرة، خضرة مشكلة، مفيش أسهل من كده، ولا سبكنا ولا تعبنا نفسنا في كبة. حاجة هضيفها، هضيف شوية زيت، شوية محترمين كده بس. تمام. شايفين الجمال؟ بقى معايا خلطة المحشي. هنحشي بيها جميع انواع المحاشي، محشي مشكل، محشي ورق عنب، ممبار، اي حاجة عايزين تحشوها
هتحشوها بالخلطة دي. ده كان فيديو النهاردة عن أسهل طريقة لخلطة المحشي. لو عجبتكم طريقة خلطة المحشي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.